مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده في كلام فان ميديا. حلقتنا النهارده طبعا مليانه اخبار كتير بعد اليوم الحافل بالانجازات للكره المصريه امبارح والفوز بتنظيم بطوله امم افريقيا 2019، وان شاء الله مصر تكون قادره ان هي تنظم افضل نسخه في الكان زي اكيد ما شفنا قبل كده في 2006. وكمان فوز محمد صلاح امبارح بجائزه افضل لاعب في القاره الافريقيه للمره الثانيه ليه على التوالي. كمان برده النادي الاهلي امبارح حقق فوز على سموحه بهدف دون رد في المباراه المؤجله ليه من الأسبوع الـ15 لبطولة الدوري المصري ممتاز. الفوز ده هو الأول للمدير الفني الجديد مارتين الأسارتي، إن شاء الله يكون بداية طيبة وانطلاقة قوية جدا للفريق بعد التدعيمات الأخيرة. عاوز أقول لكم كمان أن فوز الأهلي على سموحة ده بيعتبر الفوز رقم 1000 في تاريخ النادي الأهلي، في تاريخ مشاركاته في كل مسابقات الدوري من ساعة ما انطلقت سنة 48-49. البطل التاريخي لمسابقة الدوري العام برصيد 40 لقب، والنادي الأهلي كرقم قياسي وفرق شاسع عن اقرب منافس ليه. طبعا النادي الاهلي بقى اول فريق بيوصل ل 1000 انتصار في مسابقه الدوري الممتاز. خاض النادي الاهلي على مدار مشاركاته في الدوري 1495 مباراه في المواسم اللي اكتملت من البطوله، حقق الفوز في 1000 مباراه، اتعادل في 337 مباراه، وكمان خسر في 1158 مباراه. نجح كمان نجوم النادي الاهلي ان هم يسجلوا 2647 هدف، ويتصدر طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الحالي القايمه التاريخيه لهدافين النادي الاهلي في بطوله الدوري المصري الممتاز برصيد 109 هدف. كمان لو حسبنا بقى المواسم كلها حتى اللي ما اكتملتش فهيكون النادي الاهلي حقق الفوز في 1051 مباراه، مش بس 1000 مباراه. لكن طبعا برضو كان في امبارح خبر محزن جدا وهو اصابه لاعبنا الشاب محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي، طبعا كلنا قلوبنا معاه وان شاء الله باذن الله يرجع مره ثانيه احسن من الاول. هيكون معانا النهارده كمان جوله في الصحف وفي المواقع وكل اللي اتكتب النهارده عن النادي الاهلي، وكمان جوله في الاخبار المحليه والعالميه وكمان السوشيال ميديا. هيكون ضيفنا النهارده استاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. وكالعاده بنبتدي معاكم حلقتنا باهم وابرز العناوين. الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة فيتا كلوب. لاسارتي يستقر على قيد 5 لاعبين في القائمة الأفريقية للأهلي. الأهلي يفتح باب الحجز الإلكتروني لمباراة فيتا كلوب. إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي. حسين الشحات سأقاتل من أجل العودة للمشاركة في كأس العالم للأندية. اتحاد الكرة يدرس إقامة أمم أفريقيا في 6 محافظات مصرية. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في كرة القدم المصرية. وبنبتدي دايما حلقتنا بأهم الأخبار اللي اتقال عن النادي الأهلي في الصحف. الأهرام، الأهلي يداوي جرحه ويستعيد نغمة الانتصارات بفوز ثمين على سموحة. الأخبار، الأهلي يعبر سموحة بهدف معلول. الجمهورية، خطوة صعبة للأمام بهدف معلول، الأهلي يخطف 3 نقاط من سموحة. المساء، الأهلي رجع لأصله ووصل للثالث، هزم سموحة بهدف معلول واستعد معنويا لفيتا كلوب. روز اليوسف، الأهلي ناوي على أفريقيا، درندا لي مجلس الإدارة في ظهر بيبو. الشروق، لاسارتي يستقر على قيد 5 لاعبين في القائمة الأفريقية للأهلي. الأخبار المسائي، حسين الشحات حب الأهلي لا يقدر بمال. وسريعا معاكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الصحافه، هنبتديها مع جريده الاهرام اللي قالت نجح فريق النادي الاهلي في تجاوز ظروفه الكرويه الصعبه والعوده مره ثانيه للانتصارات بالفوز اللي حققه امبارح على فريق سموحه بهدف دون مقابل في اللقاء المؤجل ما بين الفريقين من الاسبوع الـ15. اللقاء كان مستواه جيد ومتقلب على مدار الشوطين، وكان النادي الاهلي الافضل والاكثر خطوره وسيطره في الشوط الاول واللي سجل فيه هدفه الوحيد واهدر كمان العديد من الفرص السهله،
وكمان كانت السيطره لسموحه في الشوط الثاني واللي تراجع فيه النادي الاهلي بدون مبرر، وبرغم ده نجح ابو جبل حارس مرمى سموحه ان هو ينقذ مرماه من هدفين للنادي الاهلي قبل النهايه، وبرغم طبعا ان النادي الاهلي سجل هدفه من ركله جزاء سجل منها طبعا علي معلول هدف اللقاء الوحيد، الا ان النادي الاهلي نجح انه ياخد الثلاث نقط الغاليه ورفع رصيده 27 نقطه اتقدم بها للمركز الثالث وبفرق الاهداف عن مصر المقصه. كمان جريده المساء قالت ان النادي الاهلي رجع لطريقه المعروف وهو طريق الانتصارات بعد تعثره في المباراه السابقه قصاد بيراميدز، لكن النادي الاهلي رجع بسرعه للطريق الصحيح وفاز على سموحه 1-0. الفوز ده بيعتبر دفعه معنويه للفريق قبل لقاء فيتا كلاب الكونغولي في بدايه مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. كمان روز اليوسف قالت ان بدا النادي الاهلي الاستعداد لمواجهه فيتا كلاب الكونغولي والمقرر ليها يوم السبت اللي جاي في بدايه مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. انتظم ياسر ابراهيم المنضم حديثا للنادي الاهلي في اسكندريه، وكمان شارك حسين الشحات في تدريبات الفريق المستبعدين طبعا عن لقاء سموحه في ملعب التتش قبل ما ياخد اشاره الانضمام لمعسكر الفريق. قال كمان خالد الدرندالي امين صندوق النادي الاهلي ان كل الصفقات الجديده للنادي الاهلي من خزينه النادي الاهلي ومفيش جنيه واحد بس من خارج ميزانية النادي سواء من جماهير أو رجال أعمال مصريين أو غير مصريين. وأكد كمان أن مجلس إدارة النادي الأهلي بيدعم فريق الكرة بكل قوة للعودة للمسار الطبيعي للفريق وحصد البطولات. كمان جريدة الشروق قالت أن استقرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقيادة مارتين الأسارتي على ملامح القائمة الأفريقية للفريق واللي هيستكملها في الساعات اللي جاية قبل خوض المواجهة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر ليها يوم السبت اللي جاي قصاد فريق فيتا كلاب الكونغولي على استاد برج العرب في اسكندريه. قالت الشروق ان في معلومات بتؤكد على استقرار الجهاز الفني على قيد الرباعي الجديد حسين الشحات، رمضان صبحي، ومحمود وحيد، وياسر ابراهيم، بجانب النيجيري جونيور اجاي، وده بعد التاكد من شفائه بنسبه 100% وجاهزيته للمشاركه في المباريات. كمان خلاص تخلص في الفتره اللي فاتت دي من اثار اصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبه، الاصابه اللي تعرض ليها في الموسم اللي فات. ده كان اهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي في الجرايد. تعالوا دلوقتي نشوف معاكم اهم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي يبدا اليوم الاستعداد لمواجهه فيتا كلاب. الشروق، لاسارتي يدرس فيتا كلاب بالفيديو قبل مواجهه دوري ابطال افريقيا. المصر اليوم، الاهلي يفتح باب الحجز الالكتروني لمباراه فيتا كلاب. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، اصابه محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبه. كوره، الاهلي يستعجل بطاقه الشحات ولاسارتي يدرس فيتا كلاب. الوفد، ميران قوي للغائبين عن معسكر الاهلي في اسكندريه. سوبر كوره، صلاح محسن يبدا مرحله جديده من التاهيل في الاهلي. دوت مصر، الاهلي النادي يتعرض لحملات تشويه منذ تأسيسه وقادرون على الرد. مصراوي، الجرحي كيف يتهم الأهلي بتلقي دعم من جهات أجنبية وهل الحصانة فوق القانون؟ الشروق، رئيس العين صفقة الشحات مربحة للجميع وبيراميدز لم يطلب ضمه. نروح معاكم سريعا لاهم تفاصيل اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، ونبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الفريق الاول لكره القدم في الاهلي هيبدا النهارده يوم الاربع استعداداته لمواجهه فيتا كلاب الكونغولي والمقرر ليها مساء يوم السبت اللي جاي على استاد الجيش في برج العرب في اسكندريه في افتتاحيه مشوار الفريق في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بيخوض النادي الاهلي تمرينه النهارده في برج العرب في اسكندريه، واستمر معسكر الفريق في اسكندريه بعد مواجهه سموحه امبارح واللي اقيمت ضمن مؤجلات الجوله 15 من منافسات الدوري الممتاز. النادي الاهلي كمان بيجي على راس المجموعه الرابعه واللي بتضم انديه فيتا كلاب الكونغولي وشبيبه الثوره الجزائري وسيمبا التنزاني. كمان موقع الشروق قال ان مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي يبدا دراسه فريق فيتا كلاب الكونغولي، وحصل الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مارتين لاسارتي على عدد من المباريات الخاصه بالفريق الكونغولي المنتظر مواجهته من اجل رصد نقاط القوه والضعف في صفوفه قبل مواجهه الفريقين. يذكر ان النادي الاهلي ياتي على راس المجموعه الرابعه في دور المجموعات، واللي زي ما قلت لكم بتضم انديه فيتا كلاب الكونغولي، شبيبه الثوره الجزائري، سيمبا التنزاني.
كمان موقع المصري اليوم قال ان محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان اداره النادي الاهلي قررت فتح باب الحجز الالكتروني امام الجماهير اعتبارا من مساء امس يوم الثلاث لحجز تذاكر مباراه النادي الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي. وقال كمان في تصريحاته ان مجلس اداره النادي الاهلي قرر تحديد سعر التذكره ب 10 جنيه بس عشان النادي طبعا حريص جدا على اتاحه الفرصه قصاد اكبر عدد من الجمهور عشان يحجزوا تذاكر ويكونوا مساندين للفريق ويدعموه بالشكل المطلوب في مستهل خطوات النادي الاهلي في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. وقال كمان ان النادي الاهلي عنده ثقه كامله في وعي جماهيره وحرصها على الوقوف بجانب ناديها وزحفها كعادتها ورا الفريق وتحليها دايما بالالتزام بالتشجيع والسلوك المثالي. مشاهدينا نطلع دلوقتي الفاصل السريع ونرجع نكمل معاكم بقيه اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت وبنرجع للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي قال ان محمد محمود لاعب وسط فريق النادي الاهلي تعرض لاصابه قويه خلال مباراه امبارح قصاد سموحه في الدوري الممتاز. وكشف عبد الحفيظ ان الفحوصات الطبيه اللي اجراها اللاعب بتشير ان الاصابه دي هي قطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف الخارجي للركبه. قال كابتن سيد عبد الحفيظ ان اللاعب هيعمل او هينسق في الفتره اللي جايه مع الجهاز الطبي خلال الساعات اللي جاي عشان يحددوا ميعاد لإجراء الجراحة الخاصة باللاعب. كمان موقع كورة قال ان استعجل مسؤولين النادي الاهلي البطاقة الدولية للاعب الجديد حسين الشحات المنضمة حديثا من العين الاماراتي تمهيدا لقيده في القائمة الافريقية الخاصة بالشياطين الحمر واشراكه في لقاء فيتا كلاب الكونغولي يوم السبت اللي جاي في الجولة الاولى لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. استقر النادي الاهلي على قيد الثلاثي حسين الشحات ورمضان صبحي وياسر ابراهيم في قائمته الافريقية. وكمان هيحسم المدرب الجديد الاوروجواياني مارتين لاسارتي بقية الاسامي اللي هتنضم ان شاء الله للقائمة الافريقية الخاصة بالنادي الأهلي. كمان موقع فيتو قال أن لعيبة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اللي غايبين عن معسكر الفريق في اسكندرية خاضوا تدريباتهم النهاردة الصبح يوم الأربعاء على ملعب مختار التتش في الجزيرة. قاد التمرين حسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال الفريق. كمان شهد المران جانب من التدريبات البدنية والفنية للعيبة وشارك في التمرين صالح جمعة وباسم علي وعمر جمال ومحمود الجزار ومصطفى شبير وأحمد علاء. وشهد التمرين فقرة مطولة للتدريب على التسديد على المرمى تقسيمة قوية ما بين اللعيبة. كمان موقع سوبر كورة قال ان واصل الثنائي صلاح محسن واحمد فتحي لعيبة الفريق الاول لكرة القدم في الاهلي اداء برنامجهم التأهيلي النهاردة الصبح على ملعب مختار التتش. ادى فتحي جانب من التدريبات البدنية في الملعب تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل واستكمل برنامجه التأهيلي في الجيم. وبدأ صلاح محسن ان هو يدخل في مرحلة جديدة من برنامج التأهيل شارك في تدريبات منفردة بالكرة والتصويب على المرمى. كمان موقع دوت مصر قال ان محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان النادي الاهلي بيتعرض للهجوم منذ تاسيسه في عام 1907 لكنه ما زال قادرا على الرد على مهاجميه. وقال كمان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ان الحملات ضد الاهلي لا تهدأ منذ التاسيس بهدف النيل منه وايقاف انتصاراته. واكد ان مبادئ النادي الاهلي انتصرت على كل مهاجميه. واكد محمد مرجان ان المجلس الحالي برئاسه محمود الخطيب لا يدخر جهدا من اجل الرقي بالقلعه الحمراء. كمان موقع مصراوي قال ان محمد جمال الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اكد ان الاداره لن تقف امام اي تجاوزات وسيكون هناك رد على اي اساءه تحدث من اي شخص. كان مجلس اداره النادي الاهلي اصدر بيان رسمي اكد فيه رفع بلاغ جديد ضد اكاذيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. كتب الجرحي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك خزينه النادي الاهلي تحملت كل المبالغ التي انفقناها على الصفقات ولدينا شفافيه كامله ولا نتعامل سوى من خلال الحسابات الخاصة بالنادي الأهلي الرسمية في البنوك. وقال كمان ولكن أين المنطق من التجاوزات التي أصبحت متكررة وبشكل فج؟ كيف يخرج شخص ليردد تجاوزات وأكاذيب في حق الأهلي ويهاجم لاعبين تعاقد معهم في مؤتمر لا يخص سوى ناديه؟ وكيف يتهم كيان مصري عريق وكبير بتلقي دعم من جهات أجنبية؟ وكيف يسخر وبكل عنصرية من مواطن مصري وهو لاعب جديد للنادي الأهلي؟ وقال كمان
أين الدولة ونواب البرلمان ووزارة الشباب والرياضة من تلك الاتهامات الصادرة دون أي دليل أو أي سند؟ وهل أصبحت الحصانة فوق القانون؟ أسئلة ننتظر إجابتها من المسؤولين. وقال كمان: نعلنها صراحة، النادي الأهلي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، ولن يصمت أبدا أمام أي إساءة، وسنرد الصاع صاعين ليعلم كل متجاوز قدره ويلزم حدوده. كمان موقع الشروق قال ان هن غانم الهاجري رئيس شركه كره القدم في نادي العين الاماراتي مسؤولين النادي الاهلي على تعاقدهم مع حسين الشحات منذ ايام بعقد يمتد لاربع مواسم ونص. نافيا في الوقت ذاته تقدم نادي بيراميدز بعرض لضمه في هذا الشهر، كتب الهاجري على حسابه على تويتر: نهنئ النادي الاهلي المصري والنجم الدولي حسين الشحات على الصفقه وكل الامنيات الصادقه للاعب وناديه الجديد بالتوفيق والنجاح ولتحقيق الطموحات الكبيره واسعاد جماهير النادي الاهلي الوفيه. وقال كمان: المكاسب التي حققتها صفقه انتقال الشحات لم تقتصر على عائدات ماليه للنادي الذي يعتمد سياسة التوازن مع الرؤية الفنية للمدرب، والذي أكد أن الخيارات المتاحة ليست بأقل إن لم تكن أفضل، واتساقا مع ذلك فعلنا مبدأ الاستثمار الرياضي لأنه لا سقف لطموحاتنا في كل موسم. وواصل رئيس نادي العين الإماراتي: جسد اللاعب حسين الشحات أروع معاني العشق والانتماء خلال مرحلة المفاوضات مع النادي الأهلي المصري، عندما سطر واحدة من أجمل القصص المرتبطة بدروس الوفاء من خلال الرغبة والتضحية، خصوصا عندما أكد أن المال ليس من أولوياته بقدر التوصل لاتفاقه الذي يرضي جميع الأطراف. وآخر خبر معانا النهاردة بيقول أن النادي الأهلي بيستقبل وفد رابطة النقاد الرياضيين. إدارة النادي الأهلي استقبلت ظهر اليوم يوم الأربعاء المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين الجديد، حيث كان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في المقدمة في حضور خالد الدرندلي أمين الصندوق وطارق أنديل ومحمد الضماطي ومحمد سراج الدين أعضاء المجلس والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي وجمال جبر مدير الإعلام في النادي الأهلي والكاتب الصحفي خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي ومديري الإدارات المختلفة. ضم وفد رابطة النقاد الرياضيين الكاتب الصحفي حسن خلف الله رئيس الرابطة وصبحي عبد السلام نائب الرئيس وإيهاب شعبان أمين الصندوق وأعضاء المكتب الزملاء محمد مراد وأحمد إسماعيل وأحمد عبد الباسط ومنتصر رفاعي وهشام أبو حديد وإبراهيم حمودة. وأكد كابتن محمود الخطيب خلال حديثه مع أعضاء الرابطة على تقدير النادي الأهلي الكامل للمؤسسات الإعلامية ودورها الهام في الرياضة المصرية وفي تشكيل وعي الجماهير من خلال التحلي بالموضوعية والواقعية في نقل ما يجرى من أحداث في ظل الحيز الذي تشغله الرياضة من اهتمامات للجماهير. أشار إلى أن المؤسسات الإعلامية تلعب دور مهم في منظومة الرياضة وأن مجلس إدارة النادي الأهلي يرحب بالتعاون المثمر مع كافة الجهات والمؤسسات الإعلامية ويعمل على دعم السادة الإعلاميين للقيام بعملهم على أكمل وجه، وأن النادي لا يمانع في أي تعاون يخدم المصلحة العامة للرياضة المصرية. ومن جانبه حرص خلف الله على توجيه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي على دعوته الكريمة، لافتا إلى أن أسرة النقاد الرياضيين تقدر جيدا قيمة النادي الأهلي ومكانته وتولي اهتماما كبيرا بتحري الدقة والمسؤولية الكبيرة في نقل كل ما يتعلق به من أحداث، وشدد على أن رابطة النقاد الرياضيين تطمح للوصول لأفضل صيغة تعاون مع النادي الأهلي وكل الأندية بما يتيح للإعلاميين القيام بمهام عملهم وفقا للأسس التي يسير بها النادي وبما يحقق مصلحة الجانبين، مقترحا التحضير لبروتوكول تعاون سيتم الترتيب بشأن صياغته خلال الفترة القادمة. وفي نهاية الجلسة وجه مجلس الأهلي الشكر لضيوف النقد الرياضي أو النقاد الرياضيين، وخالد الدرندلي أهدى درع وعلم النادي الأهلي رئيس المكتب التنفيذي في إطار العلاقات المتميزة بين النادي وكافة المؤسسات. مشاهدينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع استاد القاهرة يستضيف مباريات المنتخب في أمم أفريقيا رسميا.
سوبر كورة، اتحاد الكرة يدرس إقامة أمم أفريقيا في 6 محافظات. الفجر، وزير الرياضة انتظروا استاد القاهرة في أمم أفريقيا ومدير البطولة شاب. الوفد، اتحاد الكرة يدرس إقامة السوبر بين الأهلي والزمالك داخل مصر. فيتو، التهاني تنهال على اتحاد الكرة بعد الفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية. الشروق، وزير الرياضة، مصر تخطط لاستضافة كأس العالم بعد 2030. في الجول، عامر حسين 45 يوم راحة سلبية بعد نهاية الموسم، وقرعة الكونفدرالية تحدد موعد ومكان السوبر. الشروق، عامر حسين، الدوري مستمر مهما كانت المعوقات. الوفد، اتحاد الكرة، قمة الأهلي والزمالك في الدوري بدون جمهور. البوابة نيوز، فيفا ينصف المقاولون العرب في أزمة البوركيني فاروا. بوابة الأهرام، اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بلقبه الإفريقي. سكاي سبورت، بايرن ميونخ يضم صاحب أجمل هدف في المونديال. أس الأسبانية، بعد ضم توديبو رئيس تولوز يهاجم برشلونة. كورة، جريزمان أفضل لاعب في الليغا لشهر ديسمبر. سكاي سبورت، مورينيو وريال مدريد خطوة واحدة قبل العودة المدوية. نروح معاكم كل تفاصيل أهم الأخبار، وبنبتدي دايما بالأخبار المحلية، وهنبتديها من اليوم السابع اللي قال إن تقرر بصفة نهائية استضافة استاد القاهرة لمباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو في مصر. حصلت مصر على 16 صوت مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا، فيما امتنع اتحاد نيجيريا عن التصويت في ملف استضافة أمم أفريقيا. يتم الآن تجهيز استاد القاهرة بتغيير أرضية الملعب وإجراء بعض التطوير قبل استضافة افتتاح أمم أفريقيا واستضافة مباريات منتخب مصر. سوبر كورة كمان قالت ان بيدرس مجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة هانيا بوريدة تطبيق إقامة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 في 6 مجموعات في محافظات مصر، زي اللي حصل في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا. كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ناقش هذا المقترح مع أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة فور الإعلان عن إسناد تنظيم البطولة لمصر. والفجر كمان قالت ان اعلن اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان استاد القاهره سيكون جاهز في شهر ابريل المقبل لاستضافه امم افريقيا 2019، واكد اشرف صبحي ان العمل والاصلاحات جاريه في استاد القاهره حاليا ليكون على اتم الاستعداد لاستضافه امم افريقيا في شهر يونيو المقبل. واوضح اشرف صبحي ان الفوز بملف تنظيم امم افريقيا 2019 هو شرف كبير يدعو كل مصري للفخر باكتساح التصويت. واشار وزير الشباب والرياضه الى ان مدير بطوله امم افريقيا 2019 سيكون من احد الكوادر الشابه في إطار سياسة الدولة لتشجيع الشباب. كمان الوفد قالت ان بيدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانيا بوريدة إقامة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك داخل مصر بعدما كان التوجه إقامة اللقاء خارج مصر. وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة انه سيبحث مكان إقامة السوبر مع مجلس الجبلية، ولا مشكلة في إقامة المباراة داخل مصر بسبب ضيق الوقت بعد الحصول على شرف تنظيم كان 2019. فيتو كمان قالت ان انهالت التهاني من الاتحادات العربية والافريقية على اتحاد الكرة المصري ورئيسه المهندس هانيا بوريدة بعد النجاح في الحصول على حقوق تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام الصيف المقبل. واكتسح المنتخب او عفوا اكتسحت مصر نظرتها جنوب أفريقيا في التصويت الذي جرى في السنغال بنتيجة 16 صوت مقابل صوت واحد بس. تلقى الاتحاد وبوريدة تعديد من الاتصالات والبرقيات من رؤساء الاتحادات العربية والأفريقية.
كمان الشروق قالت ان بيرا اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان مصر قادره على تنظيم كاس افريقيا 2019 على افضل ما يكون على الرغم من الفتره القليله التي تفصل عن انطلاق البطوله في شهر يونيو المقبل. وقال صبحي ان ستة اشهر وقت قليل، ولكن الحكومه مع اتحاد الكره قادران على تحقيق انجاز كبير. تحدث صبحي عن جاهزيه مصر لاستضافه كاس العالم، حيث قال لدينا ضمان حكومي وثقة من الإدارة السياسية، لدينا بنية تحتية جيدة، ونحن نجهز لما بعد 2030 لاستضافة مزيد من الأحداث الهامة. ويرى صبحي أن هدف مصر من تنظيم البطولة لم يكن أبدا التفوق الكاسح على جنوب أفريقيا، حيث قال لا ننظر للتفوق بشكل كاسح على الأشقاء الأفارقة، بل نتعاون معهم ولم نترشح ضد أحد، بل نساعد أنفسنا والدول الأفريقية. وأضاف سعداء بفارق التصويت، ولكن ليس في قلبنا أو وعينا أننا ضد بلد آخر، بل كان غرضنا التنافس، وكنا سندعم جنوب أفريقيا لو فازت بالتنظيم. كمان موقع في الجول قال ان كشف عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم عن وجود فتره راحه سلبيه بعد انتهاء الموسم الجاري تصل ل 45 يوم، وينتهي الموسم الجاري بعد نهايه بطوله افريقيا 2019 التي تقام او تستضيفها مصر خلال شهري يونيو ويوليو، على ان يتم استكمال الدوري بعد البطوله. قال عامر حسين بعد نهايه بطوله الافريقيه واستكمال الدوري ونهايته سيكون هناك فتره راحه سلبيه تصل ل 45 يوم قبل انطلاق موسم 2019-2020. كمان الشروق قالت ان كشف عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره عن موقف الدوري الممتاز بعد استضافه افريقيا 2019، وقال الأمور ستكون صعبة بالنسبة للدوري، ولكن الأمور تستحق العمل بجهد أكبر من أجل إنهاء المسابقة. يجب أن نوجه الشكر لهاني بوريدا لأنه له دور كبير فيما حدث. وأضاف نسعى لاستكمال بطولة الدوري مهما كانت المعوقات أمامنا، ولا نعلم موعد نهاية الدوري حتى الآن. وعن مسابقة كاس مصر قال عامر حسين تخطينا مباريات ومراحل كبيرة في كاس مصر ووصلنا لنصف النهائي، إنهاء الكأس سيكون أمر سهل لأن المسابقة لا ترتبط ببعضها البعض، وأتم كأس مصر سهل أن نقيم المباريات للأندية غير المرتبطة بأي مواجهة، ولا توجد نية لإلغاء المسابقة. كمان الوفد قال ان كشف عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكره ان مباراتي الزمالك والاهلي في الدوري الممتاز هذا الموسم ستقام بدون حضور جماهيري. قال رئيس لجنه المسابقات ان الاجواء المشحونه بين الجماهير في الوقت الحالي تجعل حضور الجمهور في لقاء الاهلي والزمالك امر صعب، والدليل على ذلك ما حدث في لقاء الزمالك والاتحاد السكندري. البوابة نيوز كمان قالت ان انصف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نادي المقاولين العرب في ازمة المهاجم البوركيني فاروقة لاعب اهلي بنغازي الليبي، بعدما تعاقد اللاعب مؤخرا مع المقاولين العرب وفسخ عقده مع ناديه السابق لعدم تقديم مستحقاته لاكثر من 6 شهور. قام المسؤولين في نادي المقاولين العرب بمخاطبة الاتحاد الدولي للتدخل وارسال بطاقة اللاعب الدولية، وجاء رد الاتحاد الدولي لإدارة المقاولين العرب بأحقيتهم في ضم اللاعب، وتم منح اهلي بنغازي مهلة لمدة اسبوع. بعدها سيقوم الاتحاد الدولي بارسال بطاقة اللاعب للمقاولين العرب من اجل تفعيل العقد المبرم من جانب اللاعب مع فريقه الجديد. كمان بوابة الأهرام قالت إن قدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني بوريدا رئيس الاتحاد التهدئة لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي بمناسبة فوزه بلقب أفضل لاعب في القارة الأفريقية للعام الثاني على التوالي. وقال اتحاد الكرة في برقية التهنئة أن فوز محمد صلاح بهذا اللقب الرسمي الصادر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف للمرة الثانية على التوالي بيعد إنجاز غير مسبوق ومستحق، وجدير به ابن من أبناء مصر الذي طالما وسيظل مصدر سعادة لجماهير الكرة المصرية وعشاقها حول العالم. وأضاف الاتحاد المصري بأمنياته الطيبة أن تنعكس هذه الجائزة بكل الخير على مستقبل محمد صلاح وعلى المنتخب الوطني وعلى الكرة المصرية بشكل عام، لا سيما وأن فوزه باللقب يتواكب مع الآمال الكبيرة التي تعقدها جماهير الكرة المصرية على أن تكون بطولة الأفريقية المقبلة التي فازت مصر بشرف تنظيمها علامة مميزة في تاريخ اللاعب.
كمان سكاي سبورت قالت ان اعلن بايرن ميونخ الالماني يوم الاربعاء عن ضم بنجامين بافار ظهير المنتخب الفرنسي الفائز بكاس العالم 2018 مع منتخب بلاده من شتوتغارت اعتبارا من الاول من يوليو المقبل. وقال المدير الرياضي لبايرن ميونخ الالماني البوسني حسن صلاح ميزيتش: استطيع التاكيد بان بنجامين بافار سينضم الينا بعقد لمده 5 سنوات اعتبارا من الاول من يوليو. ولم يكشف بايرن ميونخ رسميا عن قيمه صفقه التعاقد مع الظهير الايمن البالغ من العمر 22 عام، الا ان الصحف الالمانيه قدرتها ب 35 مليون يورو. كان بافار ضمن التشكيله الفرنسيه التي توجت بلقب كاس العالم للمره الثانيه في تاريخ بلادها، واختير هدفه في مرمى الارجنتين في الدور ثمن النهائي كأجمل هدف في البطولة. كمان أسل الأسبانية قالت: تعاقد نادي برشلونة الأسباني مع اللاعب الشاب الفرنسي جان كلير توديبو بعقد من نادي تولوز. وكشفت تقارير فرنسية أن إدارة نادي تولوز الفرنسي غاضبة من تصرف مسؤولين نادي برشلونة الأسباني بعد تعاقدها مع اللاعب الشاب جان كلير توديبو لتدعيم خطوط دفاع البلوغرانا في صفقة انتقال حر مع انتهاء عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الجاري. وذكرت صحيفة لوكيف الفرنسية هجوم أوليفر سادران رئيس نادي تولوز على موقف إدارة النادي الكتالوني قائلا: من وجه رأي اللاعب تعرض لنصيحة خاطئة، خاصة أنه لم يلعب سوى 10 مباريات في الدوري الأسباني وبرشلونة لم يتصرف بشكل جيد كما هو متوقع، ويعتقد أن برشلونة تسرعت في الإعلان عن صفقة قدوم اللاعب وربما تتسبب في حدوث مشاكل مثل ما حدث مع أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عندما حاول مسؤول بلوغرانا التعاقد مع اللاعب الشاب، خاصة أنه ما زال هناك فترة من الوقت ومن الممكن أن يحدث أي متغيرات من ضمنها فسخ تعاقده مع النادي الكتالوني. كمان موقع كورة قال إن حصد الفرنسي أنتوان غريزمان لاعب نادي أتلتيكو مدريد الأسباني جائزة أفضل لاعب في الدوري الأسباني عن شهر ديسمبر أول الماضي. وأعلن موقع الدوري الأسباني فوز أنتوان غريزمان بجائزة أفضل لاعب بعد أن سجل 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال مباريات الروخي بلانكوس خلال ديسمبر الماضي. سجل أتلتيكو مدريد 8 أهداف في مبارياته في الدوري الأسباني خلال الشهر الماضي، أي أن غريزمان سجل نصف أهداف الفريق في 4 مباريات. ومن المنتظر أن يتسلم غريزمان الجائزة في مباراة فريقه المقبلة على ملعبه أمام ليفنتي يوم الأحد المقبل. يحتل أتلتيكو مدريد وصافة ترتيب الليغا برصيد 35 نقطة وبفرق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة بعد خوضه ل 18 جولة من عمر المسابقة. كمان سكاي سبورت قالت ان اكدت صحيفه السان البريطانيه ان نادي ريال مدريد الاسباني يجري مفاوضات مع مدرب مانشستر يونايتد المقال جوزيه مورينيو من اجل الفوز بخدماته. واوضحت الصحيفه البريطانيه ان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يريد استقطاب مورينيو، مشيرا الى انه اجرى اتصالات مع وكيل اعماله. وكان النادي الاسباني عين مورينيو في عام 2010 حيث تمكن من حصد عدد من الالقاب مثل كاس ملك اسبانيا في عام 2011 والدوري الاسباني عام 2012، وغادر في 2013 بعد موسم هزيل خرج فيه النادي الملكي خالي الوفاض. ولم يرد أو يرد رئيس النادي الوقت حينها مغادرة المدرب البرتغالي. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره سوشيال ميديا وهنبتديها باستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره نادي الاهلي اللي كتب على تويتر: يوم مصري عظيم، مصر تفوز بتنظيم بطوله امم افريقيا 2019، كابتن محمد صلاح الافضل في افريقيا للعام الثاني على التوالي، الاهلي العظيم يغرد في سماء الكره المصريه ويسجل الفوز رقم 1000 منفردا عن غيره من الانديه المصريه.
كمان كتبت رانيا علواني عضو مجلس إدارة نادي الأهلي على الفيسبوك: مبروك لمصر تنظيم واستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019. كتب محمد الجرحي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي على الفيسبوك: مبروك رسميا مصر تفوز بحق تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019. ناصر ماهر كمان لاعب النادي الأهلي نشر صورة على الانستغرام من مباراة سموحة وكتب: الحمد لله اللي جاي أفضل إن شاء الله. نشر كمان حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الجديد صورة على تويتر في ملعب التتش وعلق وكتب: الحمد لله الأهلي فوق الجميع. الصفحة الرسمية لشركة Presentation Sports على انستغرام نشرت صورة للاحتفال طبعا بتنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية وعلقت وقالت: عملناها كالعادة. نشرت كمان صفحة شركة استادات على تويتر صورة وعلقت عليها: ألف مبروك للشعب المصري الفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019. كتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على تويتر: مصر بلد الأمان، ترحب بالدول الأفريقية وجماهيرهم في بطولة أمم أفريقيا 2019، مصر أم الدنيا، تحيا مصر. كمان كتب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي على تويتر: مبروك على مصر شرف تنظيم كأس الأمم الأفريقية. محمد هاني لاعب النادي الأهلي على تويتر كتب: مبروك لمصر تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019. وكتب كمان أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة على تويتر: لحظة فوز مصر بتنظيم البطولة ردا على المشككين، فما كانت وقيمة مصر والشخصيات الكبيرة المتواجدة بها أمثال المهندس هاني وريدة كبيرة للغاية، تصنع الفارق، والذي قاد الملف باحتراف كبير إلى أن فازت مصر بالتنظيم. كمان النجم محمد أبو تريكة كتب على تويتر: مبروك لمصر تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، قبلة الحياة تعود للكرة المصرية، أتمنى أن نحسن الاستفادة منها على كافة المستويات، المنظومة تحتاج تكاتف الجميع لتقديم صورة تليق بعظمة بلدنا مصر، كل الأمنيات الطيبة لتقديم بطولة مبهرة للجميع. كمان كتب وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق على تويتر: بالتوفيق لمصر إن شاء الله الفوز بالبطولة التامة. كمان نشر أحمد المحمدي كابتن المنتخب الوطني ولاعب أستون فيلا الإنجليزي على تويتر صورة للمنتخب وكتب: مبروك لمصر تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019. وبعد فوز محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، نشر أمير عبد الحميد مدير أكاديميات النادي الأهلي في الشيخ زايد صورة لصلاح على صفحته على الإنستغرام وكتب: ما شاء الله، الله أكبر، فخرنا، ربنا يحميك ويحفظك. نشر كمان أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي صورة على تويتر مع محمد صلاح وكتب: مبروك يا حبيبي، أحسن لاعب في أفريقيا. كمان صفحة المنتخب الوطني على انستغرام نشرت صورة لمحمد صلاح وكتبت: ملك القارة للسنة الثانية على التوالي، مبروك لفخر العرب على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018. أما أحمد حجازي لاعب المنتخب وويست بروميتش ألبيون الإنجليزي فكتب على تويتر: مبروك يا صلاح، أحسن لاعب في أفريقيا للسنة الثانية وكل سنة إن شاء الله. نشر كمان محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب صورة لي مع محمد صلاح وعلق عليها وكتب: مليون مبروك يا فخر العرب. كتب علي غزال برضو لاعب المنتخب الوطني وفيرانسي البرتغالي: مبروك محمد صلاح إن شاء الله عن استحقاق. كمان كتب أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب أولمبياكوس اليوناني على تويتر: مبروك يا حبيبي. وكتب محمد ناجي جدو لاعب النادي الأهلي السابق والجونة الحالي على تويتر: مبروك لمصر، مبروك لصلاح. وكمان نشر صلاح أمين مهاجم فريق النجوم صورة لمحمد صلاح على صفحته على انستغرام وكتب: ألف مبروك يا فخر بلدنا، إن شاء الله اللي جاي أحسن لاعب في العالم. نشر كمان أو نشرت صفحة في الجول على الانستغرام صورة صلاح وكتبت: بداية صعبة والآن ها هو نفسه يجلس ملكا متوجا على عرشه كأفضل لاعب في القارة السمراء. شكرا محمد صلاح لجعلنا نؤمن من جديد أن الأحلام يمكن أن تتحقق. نشر كمان فنان يوسف الشريف صورة لمحمد صلاح على تويتر وكتب: مبروك يلي رافع راسنا دايما. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد على تويتر صورة للاعب الأيفواري إريك بايلي وكتبت: تهانينا للاعب يونايتد إريك بايلي الذي تم اختياره ضمن أفضل 11 لاعب في قارة أفريقيا خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. أخيرا نشرت صفحة نادي أتلتيكو مدريد الأسباني على تويتر صورة للاعب الغاني توماس بارتي وكتبت: لاعب وسط الفريق توماس في قائمة الفريق المثالي الأفريقي لعام 2018 حسب تصنيف الكاف، تهانينا الخالصة أيها النجم.
مشاهدينا نطلع دلوقتي الفاصل السريع ونرجع نستقبل بعد كده ضيفنا استاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كرة. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبينضم لنا دلوقتي في الاستوديو استاذ كريم سعيد رئيس تحرير يلا كوره. مساء الخير عليك. مساء الخير شيماء ومساء جميع مشاهدي قناه الاهلي. طبعا اكيد سعيده جدا بوجودك معانا مره ثانيه هنا في قناه النادي الاهلي وعايزين نتكلم بقى النهارده عن حاجات كتير قوي طبعاً. يمكن امبارح كان يوم مليء بالاحداث الرياضيه، فوز أكيد. مصر بتنظيم امم افريقيا، فوز محمد صلاح بجائزه افضل لاعب افريقي طبعاً. وكمان فوز النادي الاهلي امبارح على سموحه في اللقاء المؤجل ما بينهم من الاسبوع ال15 بهدف نظيف احرزه علي معلول. خلينا نبتدي بمباراه النادي الاهلي وسموحه امبارح. طبعا يعني مباراه الاهلي طبعا يعني ثاني مباراه لسارتي، لسارتي طبعا بيحاول ان هو يحط ايده على مفاتيح الفريق بالشكل، خلينا نقول هو ما كانش الشكل الممتاز جدا، لكن لسه طبعا اكيد الراجل محتاج فرصه ومحتاج فتره ان هو يعيد تشكيل شكل الفريق، وده هياخد وقت. لازم جمهور النادي الاهلي يصبر على التيم لغايه لما هو الراجل يستقر على هنتكلم فريق البطوله، لازم يوصل لدرجه انه بيعتمد على 16 او 17 لعيب او 12 لعيب بشكل اكبر، بحيث ان هو يثبت التشكيل ويبقى هو ده القوام اللي بيعتمد عليه في كل مباراه عشان يقدر النهارده يوصل الى اعلى بالاداء. صحيح. الاداء ما بيعلاش غير لما بيحصل انسجام اكيد ما بين اللعيبه، وبالتالي انا بشوف ده محتاج وقت. وكمان النادي الاهلي طبعا ماشي في سكه التدعيمات بشكل جيد جدا، طبعا ما نقدرش نغفل طبعا الاصابه اللي حصلت لي محمد محمود، وطبعا عايز يعني اواسيه في الاصابه يعني يحمد ربنا يعني على الخير وعلى الشر. أكيد. وطبعا الموضوع بس يعني بس دي بقت بقى علامه استفهام مش مفهومه نهائي، يعني كانت في شويه اصابع بتشير بالاتهام لدكتور النادي الاهلي. نعم. دلوقتي اللاعب ده لسه جاي جديد اهو. نعم. شوف طبعا يعني دكتور النادي الاهلي ملوش. نعم. اي علاقه. شوف انا مش طبيب بس انا ليا علامات استفهام كثيره على اصابات النادي الاهلي فيما يخص حاجتين، فيما يخص التاهيل وفيما يخص الاحمال. الاحمال انا بس هطرح سؤال تساؤل والمختصين يجاوبوا. احساسي الشخصي ربما يكون لعيبه النادي الاهلي في بعض من تدريباتهم هي تدريبات عضليه اكثر منها لياقيه، بمعنى في الجيم مثلا لما حد بيحب يروح الجيم بيطلب من الكوتش، لو حد يعني رايح يعني لازم يكون معاه كوتش. لا هو بيطلب حاجه من اتنين، هو بيتسال سؤال، انت جاي تتدرب كمال اجسام ولا جاي تتدرب فتنس؟ ده سؤال بيجاوب عليه الشخص اللي جاي، وبناء على اجابته المدرب بيحدد له التدريبات، اما انت عايز تزود الكتله العضليه في جسمك او عايز تعلي من معدل البدن. فربما يكون ربما بطرح بس يعني الامر ربما يكون في تدريبات عضليه زايد على اللزوم عن التدريبات اللياقيه لعيب كره القدم وما لحقش. لا مش قصدي، ما بربطش محمد محمود لسه، انا ما رحتش محمد محمود. انا بتكلم لسه على الاصابات الكتيره. ربما يكون في بعض التدريبات العضليه الزايده عن اللياقيه، لاعب كره القدم هو لاعب فتنس مش لاعب كمال اجسام، تمام كده. ودي مين اللي جاوب عليها؟ المختصين. انا مش مدرب جيم ومش دكتور بس بنطرح الامر. بالنسبه لمحمد محمود عشان بس نبقى واضحين في الحته دي، ولو هسمحك هاخد بس من وقتك بالظبط 3 دقائق. اتفضل. محمد محمود لازم يحمد ربنا على السراء والضراء، واذا جت ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى ربما يكون اي شيء تاني، لكن اي حديث في هذا الامر عن سحر او اعمال او شعوذه او خرافات وناخد في الكلام ده ونديله مساحات، فكل شخص يعرف انه بيتكلم او بيرجع هذه الامور لهذه الاشياء عليه وزر كبير. مفيش اي بني ادم في الدنيا ليه سلطه على انسان اخر باي قدرات فوقيه او سفليه، مفيش الكلام ده خالص ولا موجود. واذا كان في بعض البعض فسر بعض الايات بشكل خاطئ فدي مسؤوليتك انت. مسؤوليتك انت، مفيش الكلام ده خالص. الراجل اتصاب يروح للدكتور يتم تشخيصه ويتم وضع البرنامج التأهيلي له عشان يرجع احسن مما قبل، وياما في لعيبه كتير. وببساطه كده اهو عشان بس نقفل الجدل، انا قبل ما اجي واخش على الهوا جدال كبير جدا جدا على السوشيال ميديا في هذه النقطه. انهي نقطه بقى؟ نعم، نقطه ايه؟ الاعمال والسحر والشعوذه. والنهارده للاسف انا وجدت ان الاغلبيه والمتعلمين بنتكلم مثلا لو انا بكلم 100 واحد
قبل الهوا كان في 70 واحد بيرد عليا بيقول لي ايوه انا مؤمن تماما ان محمد محمود جاله رباط صليبي بسبب اعمال. يا راجل ببساطه كده اسهل حاجه، لو العلم لو الفكر ده موجود اصلا ما كان جيوش العالم استخدمتها، ما كانت المخابرات في العالم استخدموا بقى معلش انا هسمع، انا مش عايز اجيد خالص في هذا الامر والله، ولا بحاول اقنع حد. انا عارف ان انت مش بتحاول تقنع حد، بس انا بس بحاول اعرض الامر ليه، عشان في بعض الشباب الصغير في السن اللي بيسمعنا وللاسف. وانا عايز اقول لك على حاجه، هو بيسمعونا هنا وبيفتحوا قناه ثانيه بيسمعوا كلام ثاني خالص. ما كل واحد عليه مسؤوليه، احنا عمرنا ما هنعدي العالم. كل واحد عليه. بس انا عايز اقول لك ان في قنوات دينيه بتعمل برامج خاصه بالامور دي، السحر والاعمال والشعوذه والكلام ده، ودايما بيردوا عليك رد بيقولوا لك السحر ده ذكر في القران، اذا فهو موجود وما ينفعش حد ابدا ينكر وجوده. صح صح صح. بس لازم تقولي وانت كده بتفسري وبتقولي، تقولي ان الكلمه اللي ربنا سبحانه وتعالى استخدمها في وصف سحر سحره فرعون خيل اليه، خيل تخيل. لا مش بس لكن كده، واحده واحده بس. لكن مش عايزين نقلب الموضوع موضوع. ايوه احنا مش عايزين نقلب الموضوع كده فعلا، بس ابسط حاجه للناس المقتنعه بان في حد في اي مكان في العالم ممكن يؤثر على حياه شخص ومستقبله بسبب حاجه هو بيعملها، ببساطه اي انظمه مخابرات في الدنيا كانت وصلت، واكيد هم بيصرفوا اكتر من مجال الكوره، كانوا فهموا الموضوع وسخروا الجن والشياطين والحاجات دي كلها عشان ينتصروا على الدول الاخرى. انا بس حبيت في يعني عجاله اقفل بس الموضوع ده عشان هو مش محتاج ياخد اطم كده. ومحمد محمود او عيلته لو بيسمعونا يا ريت تقولوا للاعب يتعالج مع طبيب كويس، يتاكد ان الدكتور صحيح. اللي بيعالجه كويس، يمشي على التاهيل، يحمد ربنا ومفيش مشكله. الانسان بيبتلى بحاجات كتيره في حياته وياخد الامور بهدوء ومستقبله مرحش، ولسه صغير طبعًا. ولسه في فتره ثانيه وياما في لعيبه كتير. خليني اقول لك يعني سواء الموضوع ده احنا بنتكلم على الناس اللي بيقولوه سحر والاعمال والكلام ده، سواء ده موجود او مش موجود، في الاخر كله موجود. باذن رب كل في الاخر كله باذن هو ربنا مش موجود. هو مش موجود. بس في الاخر برضو كله هو باذن ربنا. بالنسبه بقى للعلاج على فكره، انا مش بأؤمن بالكلام ده، بس انا بحب برضو احترم عقلية الناس اللي قدامي، لان في ناس كتير جدا يعني مقتنعين بالكلام ده، بس في الاخر برضو خليني اقول لك انا في الاخر كله باذن ربنا، ما حدش يقدر يضر اي شخص الا باذن ربنا، حتى لو عنده القدره ما يقدرش برضو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق، وهو الرزق كله عند ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. هو اللي بيجلب، حتى في ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ان الكويس والوحش من عند ربنا سبحانه وتعالى. اكيد. ومحدش يقول ان ده من عند ربنا، لا ده غلط، ده حتى وصف القوم اللي هم بيقولوا كده لا يفقهون الحديث. كل حاجه عند ربنا سبحانه وتعالى. مفيش مخلوق في الدنيا ليه سلطه على مخلوق تاني، مش موجود، مش مفيش، زيرو، نسبه صفر. صحيح. فمش عايزين نوصل الكلام ده، وانا حتى للاسف مش هحترم الفكر ده. ليه؟ لان في شباب صغير بيسمعنا ممكن يسيب العلم ويسيب الدراسه ويفضل كل حاجه مركز فيها في حياته، اصل فلان عمل لي عمل، اصل انا النهارده ما نجحتش، اصل فلان بقى حسدني. لا، الحسد موجود، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لك لو انت خايف من الحسد اقرا القران بس، بس ما تعملش حاجه ثانيه. لكن انا مش هاجي اقول مثلا ايه، انا بحسد فلان عشان جاب عربيه جديده، فاول ما اقول كده خلاص على طول العربيه حصل لها حاجه، عشان انا النهارده مثلا كريم سعيد عندي قدرات تفوق هذا الرجل. ازاي يعني؟ بالله عليك يعني ازاي يعني؟ بس انا مش عايز طب خلينا بقى نرجع للموضوع. نرجع للكوره. نرجع بقى للكوره، موضوع الاصابه. واكيد طبعا الاهم دلوقتي ان احنا اكيد ندعي لمحمد هول ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هو بس يلتزم يتاكد من الدكتور يبقى كويس، واتمنى طبعا يبقى دكتور. وبعدين احنا شفنا كتير لعيبه يمكن اتصابوا جالهم نفس الاصابه دي، جالهم الرباط الصليبي ورجعوا بعديها افضل من الاول كمان. اكيد اكيد. انا افتكر لعيبه كتيره في النادي، حتى محمد كابتن محمد عمر مع الظهير الايسر، ده في لعيب بيعمل اثنين وثلاثه رباط صليبي. اهم حاجه بس هو ياخد باله من نفسه زي ما قلت لك، فتره التاهيل وفتره العلاج بتاعته تبقى كويسه، وربنا طبعا يرزقه بدكتور كويس يبقى بيحط واكيد النادي الاهلي مش هيبخل عليه ابدا. اكيد بدون شك. واتمنى طبعا هو يعني اذا كان في ربنا، ندعي ربنا يعني لو في احتمال. ساعات في بعض اوقات بيبقى في اهتمام ما يعملش عمليه، يعني مش عايز اقول برضو معلومات طبيه من الصحه وغلط، بس لو خلاص تاكد انه يعمل عمليه فيعملها في المانيا ويرجع ويعمل التاهيل بتاعه، وان شاء الله لو مقدر له من غير 6 شهور ممكن تبقى 3 ممكن تبقى 4، يبقى في تسريع في العمليه، خصوصا ان الطب المفروض تتقدم يعني.
طيب بعيدا عن إصابة محمد محمود وإحنا مش عارفين فعلا الأسباب هي إيه، اللي إحنا عارفين الموضوع حمل بدني زيادة، في مشكلة في الجهاز الطبي للنادي الأهلي، حتى اللاعب الجديد اللي يمكن ما كملش أسبوع جه واتصاب في النادي الأهلي، قدر الله وما شاء فعل، واللي حصل حصل طبعا. وإن شاء الله بنتمنى للاعب إن هو يرجع مرة تانية سريعا للملاعب. موضوع الجهاز الطبي والأحمال، أتمنى النادي الأهلي يتجه زي ما كنا، أنا اتكلمت هنا في النقطة دي مع أمين كنت موجود معاه، أتمنى النادي الأهلي زي ما بيصرف ملايين على اللعيبة وعلى الجهاز الفني، لازم يبقى عنده جهاز أحمال كامل، مش مدرب أحمال بس، يجيب جهاز كامل. الجهاز الطبي لازم يبقى جهاز كامل، مش مجرد بس يعني دكتور واحد، لا لازم يكون في مجموعة عمل موجود عشان نسمع، بدل ما نسمع رأي واحد نسمع رأيين، وأعتقد ده في الطب أفضل يعني. يمكن كمان من لطف ربنا بقى علينا إن الإصابة دي حصلت امبارح قبل ما يقيد في القائمة الأفريقية، ده بالنسبة للنادي الأهلي. نعم أكيد طبعا ده صحيح. ليه؟ عشان يطرق يعني خلاص، لو ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب له إن هو يكمل مع النادي الأهلي خلال هذا الموسم أو حتى مع منتخب مصر، أنا عارف إن دي نقطة كان هو بيأمل لها كتير، بس يعني قدر الله وفعلا اللاعب لسه صغير، وأكيد إن شاء الله يكون عنده فرص تانية أكتر. يبقى النادي الأهلي عنده فرصة إن هو يأيد لاعب آخر، لأن أكيد النادي الأهلي محتاج كل جهود. هو كمان النادي الأهلي عمل صفقات أكبر من العدد اللي هو متاح له إن هو يأيده في أفريقيا، فبالتالي إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يأيد اللعيبة المتاحة. كمان محمد محكم مقيد تحت السن، فما كانش واخد مكان في القائمة الحالية. بالظبط كده، فبالتالي أعتقد كمان يعني أكيد المسؤولية زادت على حسين الشحات بعد إصابة محمد محمود. ربنا يستر عليه. بيلعبوا في نفس المركز. ربنا يستر عليه يا رب. فحسين الشحات أكيد هتبقى عليه مسؤولية كبيرة جدا طبعا مع ناصر ماهر في مركز البلاي ميكر. طيب لو اتكلمنا عن لقاء امبارح، بعد ما شفت بقى اللقاء امبارح ومشاركة بعض الصفقات الجديدة، شايف النادي الأهلي محتاج كم صفقة تانيين؟ ما زال النادي الأهلي بحاجة إلى تعاقد مع مساك آخر بجانب ياسر إبراهيم، محتاج هاف ديفندر ومحتاج مهاجم صريح. لسه احنا شفنا لسارتي كان مضطر ان هو يلعب لحد ما بفكرة المهاجم رقم 9 المزيف، او يعني فول احنا بنسميه فولس ناين، ليه؟ ان هو معوش مهاجم صريح، فكان وليد سليمان وجيرالدو. ده امبارح طبعا بسبب الظروف اللي كانت موجوده، لان امبارح كان مفيش مروان محسن، ما كانش فيه صلاح محسن، ما كانش فيه وليد ازارو، فده كان الطبيعي. فحتى اشيف بعض الاوقات حتى مع الكابتن حسام البدري كان بيلعب في مركز المهاجم الصريح، وبالتالي انا بشوف النادي الاهلي محتاج، ربما يكون محتاج بحاجه الى مهاجم صريح مع الهاف ديفندر مع المساك، عشان نقدر نقول ان الفريق وقت مكتمل ويقدر ينافس على كذا بطوله في نفس الوقت، عشان ما يحصلوش نفس ما نقعش في نفس الغلطه اللي حصلت في الموسم اللي فات لما اعتمدنا على مجموعه من اللاعبين. جينا قبل ماتش الترجي علي معلول وقع اصابه، ازارو وقع ايقاف، وكان قبليهم اجايه وقع، والسوليه كان وقع، وحسام عاشور وقع في بعض الاوقات. فبالتالي النادي الاهلي جه في الاخر طبعا خسر الخساره غير المنطقيه امام الترجي في العوده 3-0. طيب خليني اسالك، مع وجود بقى مروان محسن صلاح محسن وليد ازارو ورجعوا بقى واجاي كمان رجع، هل برضه هنبقى محتاجين لراس حربة اخر؟ شوفي يعني انا بشوف ان النادي الاهلي دايما لازم يبقى عنده العدد كمان. جيرالدو بيقدر يلعب مركز المهاجم الصريح؟ جيرالدو المهاجم الصريح ما اعتقدش هيجيد فيها، انا شفته كتير مع بريمو دو اوغوستو وهو بيلعب، وحتى مع منتخب انجولا هو بيلعب مهاجم، هو بيلعب رايت وينج وبيلعب ليفت وينج، هو في الحتتين مميز جدا، بيقدر ان هو على الجناح، وخطورته كمان على الجناح، انما فكره ان هو يلعب في مركز المهاجم الصريح على يعني ممكن يلعب فيها بشكل استثنائي لكن يلعب فيها بشكل مستمر وبشكل متواصل، انا اشك يعني بصراحه ان هو يقدر النادي الاهلي يعتمد عليه في الحته دي، ان هو يخسره بنسبه كبيره على الاطراف، وبالتالي انا يعني افضل ان يكون جيرالدو على الطرف اكتر منه ما بيلعب في عمق الملعب. طيب نتكلم بقى فنانين عن لقاء امبارح، لقاء النادي الاهلي وسموحة، شفنا النادي الاهلي في الشوط الاول افضل بكتير من الشوط الثاني، وهو ده برضو اللي حصل في مباراه بيراميدز، ده تفتكر سببه ايه؟ بصي مباراه بيراميدز النادي الاهلي عمل الشوط الاول بشكل مميز للغايه، وكان فعلا المساحات مقفوله وخط الوسط كان كامله للنادي الاهلي، لكن انا بشوف ان يعني تغير النتيجه جت بسبب الخطا اللي عمله محمد الشناوي، كان خطا في الفاول. انت الخطا هنا ايه مشكلته؟ مشكلته انت رجعت المنافس للمباراه تاني، خد يعني صحوه فنيه ثقه كبيره صحيح من الدقيقه الثالثه كمان من عمر الشوط الثاني. صحيح بالظبط، والاستغلال طبعا للخط، طبعا احنا بنتكلم الهدفين بتوع بيراميدز جم من مهارات فرديه. كينو طبعا في الهدف الثاني بمهاره فرديه بحته قدر ان هو يرقص كين ميدفيد، الموظف ما قدرش اشيل يعني المسؤوليه، كين ميدفيد هو متوظف في مركز الباك اليمين، ده مش ده
المكان الاساسي صحيح. وشفنا مش عايزين خالص مش عايزين نبخس حق كريم في الفتره الاخيره ان كريم عمل مجهود صحيح. كبير جدا خصوصا لما لعب في مركز ستة الهاف ديفندر مع عمرو السوليه كنت حقيقة. شايف ان هو ادى مستوى اكتر من رائع يمكن غير فكره جماهير النادي الاهلي تماما عن نعم لا كريم بدون شك ما فيش مستحيل ان حد يحمله اي خطا يخطئه في مركز الباك اليمين ده مش مركزه ولا يصلح ليه الراجل بس بيأدي في هذا المركز اللي هو في اصابه احمد فتحي وطبعا تحول محمد هاني لمركز المساك فبالتالي انا بشوف كريم نيدفيد في الوقت الحالي النادي لاسارت اتمنى انه يشوفه في مركز الهاف ديفندر ان هو فعلا عنده دلوقتي بيجيد في هذا المركز وعنده صحيح. كمان ورك ريت عالي يعني ورك ريت عالي الراجل بيجري ممكن تبقى دي مشكله لحد ما عند عمرو السوليه وعند هشام محمد ان هم لحد ما بيحلقوا اكتر ما بيضغطوا دي نقطه اعتقد الجهاز الفني هياخد باله منها اكيد طيب خلينا برضو نتكلم عن لقاء النادي الاهلي وسموحه امبارح اللقاء اختلف تماما في الشوط الثاني اكيد طبعا بصي سموحه فريق مش قليل وكابتن طارق يحيى واحد من المدربين الجيدين جدا بشوفه سيء الحظ كمان حارس مرمى سموحه محمد ابو جبل امبارح قدم مباراه هايله بس دايما انا بشوف لعيبه النادي الاهلي بيقف مشكله ان انت بعد الهدف الاول لازم ما تقفش كمل دوس صحيح. لازم تجيب التاني عشان تامن نفسك النادي الاهلي لحد ما بحس اللعيبه احساسي كده بقى لي فتره لما بيجيبوا الهدف بتطمنوا. او بيتقدموا ايوه بالظبط كده بيتقدموا في النتيجه الريتم بيهدى طول ما الريتم بيهدى اعرف انت ممكن انت معرض لكل شيء ممكن صحيح. معرض لفاول هو ده اللي حصل في بيراميدز بالظبط فاكيد طبعا الطرد امبارح المفروض ان هو قلل الضغط شويه من عائله النادي الاهلي ولكن كان في كذا فرصه اعتقد رمضان صبحي كان محتاج ان هو يركز فيهم عشان ينهيهم اعتقد النادي الاهلي لو متقدم بهدفين في مباراه من الصعب على المنافس ليه ان هو يرجع في هدفين سهل قوي نرجع والنتيجه 1-0 2-1 ممكن ارجع لكن 2-0 الى حد ما الامال بتنزل كتير عند صحيح. المنافس صح بتحبط المنافس اكيد طيب خلينا نتكلم بقى عن حاجة تانية نعم. بعيدا عن فنيات اللقاءات اللي فاتت للنادي الأهلي سواء لقاء بيراميدز للأسف انتهى بخسارة النادي الأهلي بهدفين لهدف نعم. ولقاء سموحة اللي انتهى امبارح بفوز النادي الأهلي بهدف وحيد من ضربة جزاء نروح بقى لردود أفعال الأندية الأخرى على صفقات النادي الأهلي نعم. شفت اللي ازاي اللي بيحصل في الساحة الرياضية في الأيام اللي فاتت والله بص شوفي أنا أحب أتمنى يعني طبيعي مؤتمر تقديم للاعب أي في لاعب. نادي نعم مؤتمر تقديم اي لاعب في اي نادي يجب ان يكون مقصور على الكلام عن اللاعب بنقدم السي في بتاعه للجمهور بنجيب اللاعب بنعمل معاه انترفيو عشان نعمل معاه لقاء نعرفه عشان للجمهور. نعرفه للجمهور نساله على المراكز اللي بيلعب فيها هو اجت في ايه بنقدم زي ما قلت لك صوره اعتقد اي جمهور في اي عالم ليه ياخدنا الكلام عن نادي اخر او نادي منافس احنا نتمنى من كل المسؤولين ولازم نوضح ان كلمه المسؤول زي ما قلت لك حتى في موضوع محمود كلمه المسؤول خطره صح خطره في ايه صح. لو مثلا في كلام يدار في اروقه الجماهير ده مقبول مفيش مشكله الجماهير على مختلف غير مقبول. على مختلف يعني عقلياتها على مختلف الخلفيات بتاعتها صحيح. على مختلف تعليمهم صحيح. كل واحد يقول هو الجمهور مالوش مشكله اعمل اللي انت عايزه لكن وانس ان المسؤول طلع قال كلمه وهنا عمل ايه هنا وثق الامر فنتمنى من كل المسؤولين في كل الانديه بما فيهم النادي الاهلي كل واحد يعني هو على حسب الموقف لما انت في مؤتمر تقديم لعيب بتاعك ببساطه اتكلم عن اللعيب بتاعك بلاش الكلام على الانديه الاخرى وبلاش نخش في التراشق المسؤول هيتراشق مع مسؤول الطبيعي جدا ان الجمهور هيتراشق بشكل ازيد صحيح. اذا كان المسؤول بتصرفه فاحنا منتظر ايه من الجمهور وعمرك ما هتضبط احنا ممكن نضبط المسؤول ليه احنا في الاخر بنتكلم مع واحد او اثنين لكن ازاي النهارده هنبدا نتكلم ملايين ده صعب جدا احنا عايزين دايما الساحه الرياضيه هاديه الكورة مجال حلو والناس كلها بتحبها وزي ما احنا شفنا مثلا هدي مثلا بسيط جدا في امبارح بعض المؤسسات استغلت امتلاكها لحقوق كورة وخدوا قرار في لحظة ان احنا مش هنذيع الناس اتضايقت بقى في مشكلة ليه؟ احنا اتعودنا من بقالنا فترة بنتابع كرة أوروبية وكمان مشاركة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية صحيح. فليه بتعمل معايا كده وخصوصا أنا كمان مديك فلوسي حتى إيفي لو أنت عندك مشكلة مع مؤسسة هنا في مصر أنا ماليش دعوة بالأمور الإدارية دي صحيح. أنت النهاردة لو أنا آسف يعني لو مؤسسة عندك ذوق ببساطة هتقول طب يا جماعة احنا عندنا مشكلة في شهر يناير هو احنا بندوكيومنتها وبنوثقها احنا عندنا مشكلة مع مؤسسة عندكم في مصر وبالتالي احنا رغم هذه المشكلة رغم احنا لينا عندكم حقوق
احنا هنكمل اشتراكاتنا والتزامنا معاكم لغايه نهايه لغايه نهايه الموسم الكروي. وبعد من فضلكم لو خلال الست شهور دول احنا ما حلناش المشكله مش هنزعلكم ماتشات تاني. المفروض ده انا كنت شايفه الرد الذوق الكل لياقه الكل لباقه عشان النهارده تحترم المشاهد بتاعك. لكن ايه اللي حصل؟ انت اول ما استغليت او انت عندك مشكله استغليتها عشان تبدا تضغط على المؤسسه الاخرى وفي الاخر مين دفع الثمن؟ الجمهور. المشاهد المصري. صحيح. الجمهور بقى النهارده لما المشكله اتحلت وقالوا يا جماعه خلاص البث رجع وهتشوف الماتشات، شفتي الفرحه عامله ازاي؟ ده يبين لك ايه اهميه كره القدم. الناس فعلا كانك بالظبط يعني هقول لك ايه بالظبط كانك بالظبط في ناس بتتنفس كره قدم فعلا. بصي مجال كره القدم ممكن من خلاله تحلي مشاكل وتوصلي رسائل وتوصلي اهداف وتعملي اللي انت عايزاه والناس هتصدقك. ليه؟ صحيح. الناس بتحب اللعب، الناس بتحب المجال ده. صح. الناس بتعشق المجال ده لدرجه قد تفوق مجالات اخرى منها مجالات الوعظ نفسه، فاهماني؟ فانا عايزين بس نبقى مدركين المسؤوليه اللي ربنا سبحانه وتعالى حطينا فيها. اي واحد بيشتغل في مجال الكوره سواء كان في نادي كان في اداره او لعيب او اعلامي او اداري، كل واحد على قدر المسؤوليه اللي عليه لازم يخلي باله من كل كلمه بيقولها ومن كل تصرف بيعمله. ليه؟ ان ببساطه في ناس كتيره بدون لا وعي هتمشي وراك. أكيد. وراك ليه؟ عشان انت مشهور بس. صحيح. طيب احنا اتكلمنا عن الهجوم اللي كان ضد النادي الاهلي امبارح. نتكلم بقى عن رد فعل النادي الاهلي، شفتوا ازاي؟ شفت البيان صحيح اللي اصدره النادي الاهلي ازاي؟ نعم انا شفت البيان. طالما ان احنا تطرقنا لامور بعيدا عن الرياضه وتخطيناها لامور تخص بعض المشاكل السياسيه وبدا في تلقيح كلام وبدا يكون في تجاوزات طبعا كده امر خطا طبعا فلازم طبعا الجهات المختصه في الدوله تنظر في هذا الامر. طبعا الكلام اللي اتقال مش كلام مش قليل حتى في مبالغ في امور كمان التمويل، احنا بنتكلم في تمويل الصفقات ده امر مش بسيط امر مش هين. فبالتالي طالما ان في حد اتهم حد بانه يعني بيتصرف مع حد كمان احنا في مشكله معاه دوله، احنا ما بنتكلمش على فرد، بنتكلم الدوله عندها مشكله اصلا. فخلاص ببساطه يعني كل واحد يقدم الدلائل والبراهين بتاعته. صحيح. والدوله فيها المؤسسات المختلفه اللي تقدر تنظر وتقدر تحكم في الموضوع وتقول مين الصح ومين الغلط، وبالتالي كامل الحق لاداره النادي الاهلي انها تتخذ من الاجراءات ما يكفي ليها رد يعني اسمها ورد اسم النادي الاهلي ورد سمعتها امام الجمهور وامام المشاهدين. وفي الاخر جهات التحقيق هي اللي تقول ببساطه مين اللي معاه الحق ومين معهوش حق. صحيح. طيب نروح بقى لملف اخر. نعم. دوري ابطال افريقيا اللقاء القادم للنادي الاهلي قصاد بيتا كلوب. نعم. الكونغولي يوم السبت اللي جاي ان شاء الله على ملعب برج العرب في اسكندريه. يمكن النادي الاهلي وقع في مجموعته مع بيتا كلوب ومع سيمبا التنزاني ومع. نعم. شبيبه الثوره الجزائري، والناس كلها كانت بتتكلم ان الاقرب للصعود مع النادي الاهلي ان شاء الله يكون بيتا كلوب، فهو يمكن يكون المنافس الاكثر شراسه قدام النادي الاهلي. شوفي طبعا انا بشوف احنا بنتكلم على لقاء ما بين وصيف دوري بطل افريقيا ووصيف الكونفدراليه، وبالتالي مباراه قمه. بنتكلم على ناديين وصلوا للفاينل السنه اللي فاتت البطولتين الاكبر في افريقيا، ولكن طبعا لم يحلفهم الحظ النادي الاهلي امام نادي الترجي التونسي وفيتا كلوب امام الرجاء المغربي، وبالتالي مباراه قويه جدا ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحسمها من البدايه. طبعا اكيد اكيد ماتش في وجهه نظري ماتش فيتا كلوب هو الماتش الاهم في المجموعه. المباراه امام سيمبا امام شباب الساويره الجزائري الدنيا هتبقى اخف شويه فنيا بعيدا عن الامور الاخرى يعني مع الظروف والاصابات دي كلها، لكن فنيا انا اشوف ان مباراه فيتا كلوب هتبقى هي الاهم والاصعب لنادي الاهلي في المجموعه. وكويس النادي الاهلي هيبدا اول مباراه على ارضه حصد ثلاث نقط ان شاء الله في المباراه الجايه بتسهل من مهمة الفريق في ما تبقى من مباريات في المجموعة، وبالتالي إن شاء الله نشوف النادي الأهلي متصدر بنهاية المجموعة وبإذن واحد أحد صحيح. إن شاء الله يكتب للنادي الأهلي السنة دي والنادي الإسماعيلي بدون شك إن هم يقدروا يكملوا مشوارهم في البطولة لغاية لما يوصلوا للفاينل بإذن الله.
النهارده كان في تصريح من المدير التنفيذي للنادي الاهلي محمد مرجان ان تم طرح بيع تذاكر المباراه من خلال المنافذ الالكترونيه ب 10 جنيه للفرد يعني. كويس جدا. يعني ده رقم اكيد طبعا في متناول الجميع وده طبعا رغبه من النادي الاهلي ومن مجلس اداره النادي الاهلي ان الجمهور يكون متواجد ويكون مساند للفريق هناك. نعم شوف طبعا بصي حضرتك بيتكلم في يعني الكلام عن الجمهور خلال الست شهور الجايين اعتقد هيبقى متزايد بشكل كبير. أكيد. طبعا بعد فوزنا بتنظيم كاس الامم وطبعا نجاح بطوله كاس الامم ده الجمهور بقى في كاس الامم ده هيبقى ليه دور تاني كبير جدا 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 طبعا في عكس صوره الشعب المصري للعالم كله. اكيد وان شاء الله باذن الله احنا خلينا نستغل هذا الحدث عشان نرجع ملاعبنا زي ما كانت، نشوف جماهير النادي الاهلي ماليه ماتشات النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك مالي ماتشات جمهور نادي الزمالك والاسماعيلي والانديه كلها، ليه؟ عشان الكوره ترجع فيما قبل 2012 ونشوف الملاعب بشكل اعتيادي، وبالتالي انا شايف انها فرصه جيده جدا في ماتش الافريقيه الجايه ان اداره النادي الاهلي تخفض من اسعار التذاكر عشان تحاول تجتذب اكبر عدد من الجمهور. نعم من الجمهور انه يحضر المباراه طبعا على حسب الساعه المحدد ليها، وباذن الله وباذن واحد احد احنا خلال 2019 طبعا بجهود الانديه وبجهود اتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه نقدر نستغل حدث كاس الامم، وباذن الله بعد كاس الامم يبقى كل المباريات بتاع كاس الامم حضر فيها جمهور سواء ماتشات مصر والاهم ماتشات مش ما فيهاش المنتخب المصري المنتخبات الاخرى يبقى فيها جماهير كتيره، بعد ما تخلص البطوله الماتشات كلها ترجع ب 20,000 30,000 في الدوري وفي الكاس وفي كل المباريات المحليه عندنا. يا رب نتمنى ان شاء الله. باذن الله. طيب نروح بقى لامبارح واليوم طبعا اللي كان مليان بالمفاجات السارة اكيد لجمهور الكوره المصريه، فوز محمد صلاح بجائزه افضل لاعب افريقي للعام الثاني على التوالي بعد طبعا صراع مع اوباميونج ومع زميله برده ساديو ماني في ليفربول. شفت ازاي فوز محمد صلاح؟ طبعا بصي هو ما كانش فيه صراع، الموضوع كان طبعا احنا شفنا محمد صلاح الموسم اللي فات بنتكلم على افضل لاعب في الدوري الانجليزي، بنتكلم على احسن لاعب وهداف الدوري الانجليزي، بنتكلم على لاعب يعني وصل لفاينل دوري الابطال ما وفقهمش الحظ في ان هم يكسبوا الريال في الفاينل. محمد صلاح طبعا موسم كان فوق الاستثنائي الموسم اللي فات، حتى السنه دي رغم البدايه يعني كانت هاديه شويه، مش هقول ان هي كانت متعثره، لا البدايه كانت هاديه بس، وبعد كده محمد صلاح دلوقتي بينافس على هداف الدوري الانجليزي مع اوباميانج ومع هاري كين. انا شايف محمد صلاح استحق الجائزه بدون شك، فرق كبير جدا ما بينه هو الوحيد اللي كان ممكن ينافسه ساديو ماني، لكن اوباميانج السنه اللي فاتت ما اقدرش اقول كان منافس ليهم، هو جاست بس كمل التريو او كمل الشكل الثلاثي للمتنافسين في الجائزه في الاخر. محمد صلاح حتى الموسم ده احنا لغايه دلوقتي ماشيين بشكل يخلي محمد صلاح هو المرشح، وبرده يخلي اللي هينافسوه ساديو ماني واوباميانج، ما هو بس الوحيد اللي ممكن يضايق محمد صلاح في وجهه نظري خليل كوليبالي المدافع السنغالي ومدافع نادي نابولي الايطالي المرشح بقوه ان هو يروح مانشستر يونايتد سواء كان خلال الانتقالات الشتويه او ممكن في الصيف نهايه الموسم. كوليبالي واحد من افضل المدافعين في القاره السمراء خصوصا بعد مهدي بن عطيه ما لاعب يوفنتوس المغربي طبعا لاعب يوفنتوس بعد شويه بس صلاح تفوق عليه في مبارياتهم في دوري ابطال اوروبا. نعم بس بكام مستوى الفني كوليبالي واحد قوي مدافع قوي جدا، واعتقد هو ممكن يعني اذا كمل مستواه وراح مانشستر وراح يونايتد لحد ما ممكن يعني يحاول ينافس صلاح. واضح كمان ان هو في الوقت اللي فات ده كان بيتعرض لمضايقات عنصريه من الجماهير في ايطاليا. ده صح ده صح وده ممكن يعمل تعاطف جماهير كمان فريقه كانت متعاطفه معاه جدا ونزلوا واعتذروا له جوه الملعب، فكان بصراحه مشهد انساني. بحييكي على لفتة نظر يعني في الحته دي، المعلومه دي مهمه جدا ليها ممكن تعمل تعاطف بعد كده ان هو خلي بالك كل نجوم العالم تعاطفوا معاه عن طريق السوشيال ميديا. طبعا رونالدو وتيري هنري حتى كلهم عملوا له تويتات وكتبوا له بوستات عشان يعني يقفوا معاه في المحنه اللي هو تعرض لها، وبالتالي بس انا شايف لغايه دلوقتي بنتصدم احنا سعيد في اوروبا برضو بالعنصريه اللي عندهم دي اللي بتطلع فجاه واحنا فاكرين ان الدنيا عادي، احنا ما عندناش العنصريه دي عمرنا. لا. لا احنا كشعب مصري ما بنشوفش العنصريه دي ابدا. فرق ما بين اوروبا في المجالات الاخرى واوروبا في الكوره، الكوره واحده في كل حته، الكوره واحده في كل حته، فيها العصبيه وفيها يعني العصبيه اكتر من العقل شويه،
ده في كل العالم، مش صحيح. عندنا احنا مصر، ما فيهاش مصر واوروبا احنا طبعا شفنا ريفر بليت وبوكا جونيور. انا حضرت مره نهائي تشامبيونز ليج ريال مدريد واتلتيكو مدريد، وعلى اللي بيحصل هناك والشماريخ وبره الملعب يا سيدي، من جوه الملعب، جوه الملعب كمان، وبره ولا كافيه عندهم اي حاجه خالص. نعم، فاحنا الامور دي بتحصل بشكل عادي وما فيش مشكله، بس اهم حاجه ان احنا نتجاوزها، اهم حاجه ما حدش يوثقها، يعني اهم حاجه لما التصرفات دي تحصل ما حدش مثلا، تخيلي مثلا مسؤول في اوروبا طلع قال اللي حصل مع كوليبالي ده صح، وانا وجهه نظري انا يا جماعه انا محترم تماما وجهه نظركم ان انتوا عشان تشتموا اللاعب، بس انا وجهه نظري برضو لازم تحترموها. تخيلي مثلا حد طلع قال كده، هل ده يعقل؟ نفس الامر، مش كل الامور فيها وجهات نظر كتيره، لا الصح صح، الصح صح، الصح صح. حاجه زي كده في اي عبارات عنصريه ما ينفعش ان احنا نؤيدها ونقف معاها، واكيد ان شاء الله حتى لما بقول لك لو جايزه الافريقي العام ابتدت على التوالي مش مشينا بنفس المستوى اللي احنا عليه حاليا، اكيد اوباميانج هو مهدف الدوري، بس ان شاء الله محمد صلاح ممكن يتجاوزه، بس اعتقد محمد صلاح برضو ان شاء الله للعام الثالث على التوالي ممكن ياخد الجائزه، عشان ان شاء الله يكسر الرقم بتاع يايا توري اللاعب طبعا الايفواري الكبير اللي خد أربع مرات من 2011 2011 2012 2013 2014 يايا توري فضل مكتسح هذه الجائزه، ان شاء الله محمد صلاح يقدر ينجز ان شاء الله. طيب نروح بقى لملف استضافه مصر لكاس امم افريقيا 2019. طبعا دي فرحه كبيره جدا للشارع المصري، هنشوف اللي كان بيحصل ان شاء الله في 2006 مره ثانيه. اكيد طبعا بنتكلم على حدث ان شاء الله باذن الله هيعمل زخم كبير في البلد، مش في مجال الرياضه بس. أكيد. اعتقد احنا كمصريين كنا محتاجين حدث زي ده. أكيد. محتاجين ان احنا نحس، نعرف احنا برضو ايه، احنا شعب بيرضى باي حاجه، فهو اي حاجه بسيطه بفرحنا بنفرح بيها. فانا اعتقد الناس كلها فرحانه ان احنا هننظم حدث زي ده، ان احنا في مساحه ان احنا نرجع للاستاد تاني، الناس كلها ترجع للاستاد تاني. تخيلي كميه فرص العمل ان شاء الله اللي هتتاح خلال الخمس شهور او ست شهور اللي جايين. حتى انا دلوقتي ملاحظه حاجه حلوه جدا، ان معظم الشباب الصغير على السوشيال ميديا بيحاول يعمل زي كاس العالم لما الفيفا طلب متطوعين صحيح. لكاس العالم في روسيا. فكميه الشباب قد ايه الناس نعم. هناك كانوا مساعدين جدا. نعم. واحد هيساعدك ويجري ويسلموا عليك وعايز تعمل ايه ونوديك صحيح. فين صحيح. صراحه كان فكمية هناك الشباب المصري دلوقتي اللي انا شايفه بيكتب على السوشيال ميديا هو نفسه يتطوع في كاس الامم الافريقيه الجايه، فدي حاجه حلوه. وخلي بالك يا شيما، دي احد الحاجات اللي بتحبب الشباب في يعني بتعمل لينك ما بين الولد وهو صغير وما بين بلده. فاهم قصدي؟ فدي حاجه لما يحس ان هو مسؤول ولو بجزء صغير جدا طبعًا. عن طبعًا. بلده حاجه تحس باهميته. فاهم؟ احنا المهم بصي تاني نكررها، ما فيش ادنى مشكله خالص ان كل واحد يقول وجهه نظره، سواء يعني ايه مع او ما فيش ادنى مشكله، لكن اهم حاجه ان احنا ما نفرضهاش الثقافه دي اساسا، ما نفرضهاش، بلاش نفرض. قول وجهه نظرك مفيش مشكله. على فكره هو ممكن وانت بتتكلم كده يكون في واحد متخيل وهو قاعد بيسمعنا ان وجهه نظره انه يصحى الصبح يكتب لك شتيمه تحت صوره عندك، دي وجهه نظري جميل. لا دي مش وجهه النظر، دي مالهاش علاقه بوجهه النظر. اي خروج عن النص زي ما قلنا غير مقبول بالمره، مفيش وجهه. اي حاجه مخالفه للدين مفيهاش وجهه نظر، اي حاجه مخالفه للاخلاق وللقيم لا طبعا مفيهاش وجهه نظر. لا احنا ساعتها هنقول الصح. مثلا موضوع بتاع كوليبالي قلنا لا مفيش وجهه نظر ان حد يتفوه بالفاظ عنصريه، مفيش وجهه نظر. اصلا العنصريه دي بتجرم في الدول. برافو عليك، بالظبط. فاحنا انا شايف ان شاء الله ان الشباب المتحمس ان هو يبقى متطوع في خدمه الكوره المصريه عشان كاس الامم، دي فرصه حلوه قوي، واعتقد تنظيم مصر كاس الامم هيحل لنا ان شاء الله مشاكل كتيره سواء في الكوره او بره الكوره. يا رب ان شاء الله. انت عارف انا نفسي كمان يكون في زي دورات تدريبيه كده لتوعيه أكيد. الجمهور ازاي يتعامل مع الاجانب اللي جايين هنا صحيح. عندنا صحيح. ويوري لهم قد ايه احنا عندنا حسن ضيافه، واحنا شعب كريم وشعب بيحب عليك. الناس اللي تيجي عنده وبيصادفهم ويحطهم فوق دماغه. برافو عليك. ده امر انت هتحتاجيه في السياحه. يعني انت النهارده بتستغلي الحدث ده عشان تزودي وترجعي السياحه بتاعتك زي ما كانت، وتقولي ان انا النهارده ما عنديش مشكله. وكل يعني في بعض الاحيان اكيد كل اي بلد في الدنيا عندها مشاكل، في يعني بلد يعني ربنا اداها الكمال كله، لا ما فيش حد عنده كمال، الكمال لوحده. لكن احنا النهارده عايزين نستغل هذا الحدث عشان برضو ننمي السياحه بتاعتنا، وتشوفي كميه، انا بقول لك اهو عايزين نشوف كميه فرص العمل اللي هتتاح من خلال هذا الحدث سواء في الرياضه او خارج الرياضه. صحيح. كريم سعيد رئيس تحرير يلا كورة، نورتنا النهاردة في كلام في الميديا، استمتعنا بوجودك معنا. أتمنى أكون ضيف خفيف النهاردة. أكيد كالعادة. أشكرك جدا على وجودك معنا مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة، أشوفكم إن شاء الله يوم السبت اللي جاي في حلقة جديدة من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.